بكل تأكيد كانت فترة صعبة عاشها الشعب المصري في هذه السنة من القتل والدمار، كانت موجودة في كل الشوارع نتيجة العنف اللي كان بينتهجه وبتنتهجه هذه الجماعة الإرهابية بكل تأكيد، ومن حالات القمع أيضا والديكتاتورية في كل شيء. كان ذلك ليه أثر سيء جدا على نفسية الشعب المصري. الشعب المصري في هذه السنة عاش سنة صعبة جدا، كلنا بنقول الحمد لله إن السنة دي فاتت والحمد بكل أثرها الحمد لله تخطيناها، لكن الأثار النفسية اللي حصلت للشعب المصري نتيجة هذه الأحداث كانت كبيرة جدا. عايزين نعرف إيه اللي حصل للشعب المصري في هذا التوقيت، وهي الدوافع اللي خلته يقوم بهذه الثورة، وبعد الثورة الحالة النفسية أيضا للشعب المصري. كل هذه الأسئلة هجيب عنها دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وحضرتك. صباح الخير يا هدير، أهلا وسهلا. زي ما كنا بنتكلم، هي كانت فترة صعبة، و ده اللي كان موجود، هذا الحكم، هذا القتل، الإرهاب في كل شيء، الدمار. يعني احنا شفنا سنة كانت سنة قاسية وسنة صعبة على كل مصري، بالتأكيد كانت لها أثارها النفسية على الشعب. طبعا كانت المشكلة في الفترة دي ان انت بتبص لواقع موجود سيء، وبتبص لدول أخرى اتدمرت. يعني انت بتقول انا هبة زي دول. دي كانت المشكلة، ان في ناس طالعة بتتكلم قتل ذبح، احنا هنموت، احنا هنقتل، افكار خاطئة، تأويلات للقرآن خاطئة، وهي دي اللي مسيطرة على الإعلام. ودي كانت المصيبة، إن المجموعة دي هي المسيطرة وهي المهيمنة على المشهد قدام الناس. النهاردة لما أنت غير آمن على نفسك في بيتك، غير آمن على نفسك في الشارع، النهاردة ناس بتكلمك إن القتل ده حلال، إن موتك حلال، إن إحنا هنعمل فيك ونسوي فيك، ما عندناش مشكلة. شايفين التجربة الأفغانية تجربة رائعة وإحنا لازم نقلدها، ان احنا عايزين نقلد التجربة الافغانية، حتى لدرجة ان هم نفسهم بينهم وبين بعض الناس، يمكن دي مشهد ما حدش قراه كتير، بعض الناس طلعت من الجماعات الاسلامية، وعاصم عبد الماجد، عاصم عبد الماجد كان احد العناصر اللي دخلت مديرية امن اسيوط 81، متهم بجرائم قتل. يعني انا اعتقد ده مش متهم، هو اوريدي واخد احكام، وتفاجأ بيه في احتفالات اكتوبر موجود. صحيح. ازاي الناس اللي قتلت السادات موجوده في احتفالات اكتوبر؟ ازاي يا دكتور جمال كان اثر النفسي على المصريين كبير جدا؟ يعني احنا من واحنا اطفال بنشوف احتفالات نصر اكتوبر، ده رمز كبير جدا جدا، حتى الاجيال اللي ما عاشتش الحرب وسمعت عنها من ابائها واجدادها، بالنسبه لها كل سنه احتفالات نصر اكتوبر، وان احنا نقعد نتفرج على الافلام اللي بتحاكي حرب اكتوبر وانتصارات حرب اكتوبر، يعني بنعيش اجواء الحرب كلها. لما نشوف هؤلاء القتله على المنصات كان ليه اثر نفسي يعني بغيض على نفوسنا جميعا. اكتئاب كان منتشر، اضطرابات نوم منتشره، اضطرابات اكل منتشره، الى جانب الخوف من المستقبل، وده الياس. صحيح. اللي خايف ان الناس وصلت لمرحله من الياس والقنوط العالي. عشان كده لما جت اصوات تنادي 30/6، لا ده احنا من 27/6 قاعدين في الشارع. يعني اقسم بالله، اقسم بالله انا واحد من الناس قاعد عند الاتحاديه 30/6 و2/7 و3/7 ما بتحركش. ليه؟ خلاص انا مستقبل ولادي، انا بالنسبه لي العمر فانا، لكن انا بدور على ولادي. وواحد بيتكلم ان لو الدوله، يعني شوف تهديد من عنصر للجماعه الحاكمه، لو ما طبقتوش الشريعه بحذافيرها احنا في 30/9 هنحرق البلد، هنحرق البلد جميعا. يعني انا اسف، ده هو ده الناس اللي داخله معاك تحالف بتهددك ان في 30/9 هيبقى في قتل وفي دمار اكتر، واحنا طب مستنيين ايه؟ مستنيين لما نموت؟ قال اولادي ماتوا، هو ده اللي انا كنت مستنيه. فطبعا كان لازم ان انا انزل، كان لازم ادور على مستقبل ولادي، لازم ادور على حتى الامان. ما تزعلش مني، انا راجل خدمت بلدي 27 سنه عمل. النهارده لما القى هذا التاريخ بتاعي اللي انا كنت بعمله بيمحى لصالح ناس، مجرد ان هي ركبت ترند في فتره بلا هويه، وركبوا على المجتمع، وابتدوا يتحكموا في المجتمع عن طريق اوامر بتيجي من بره لصالح دول اخرى طبعا، مش لصالح مصر. لكن على الرغم من ده دكتور، يعني على الرغم من ده ما كانش فيه مشاعر خوف زي ما حضرتك قلت. الشعب لما نزل، ونزل قبل 30/6 كمان، مستني 30/6، ما كانش خايف. يعني هو ايه؟ قال خلاص بقى، دي مساله حياه او موت، لازم انزل. كان لازم. ما بص، انت وصلت لمرحله اكون او لا اكون.
لو انا صبرت تاني يعني هم نفسهم كانوا بيتكلموا ان الناس هتنزل 5 دقايق وهتروح بيوتها عشان يلقوا احنا بالليل. شعب طيب ومسالم بطبعه ومش بتوع 500 سنه قاعدين. انت لو صبرت ال 500 سنه انت 5 سنين هتلقى حرب اهليه. انا اسف انا طلعت في احدى البرامج مع احدى الساده المذيعين تبع الجماعه بقول له مصر هتدخل حرب اهليه يا فندم، انت مستني لما الناس تموت بعض في الشوارع يا فندم؟ يقول لي وافرض بس احنا كده بنفرض سياده القانون. قلت له يعني ايه سياده القانون يا فندم؟ سياده القانون هي سياده الشعب، الشعب هو اللي بيفرض القانون. القانون يا فندم الشرعيه في الصندوق. قلت له الصندوق ده كان مزور يا فندم، حتى لو كان فعليا والناس لما نزلت الغت الصندوق، هم الناس اللي في الشارع دول تبع مين؟ ال 30 مليون اللي واقفين في الشارع ده في القاهره غير في اسيوط غير في اسكندريه غير في الاسماعيليه، كل الشوارع الميادين في الجمهوريه كلها، مين اللي نزلهم؟ هو حد هيصرف على 40 مليون واحد اللي هم ينزلوا الشارع؟ محدش يا فندم هيدي حد حاجه. اللي نازل نازل خوفا على بيته. السيدات كانت بتدفع الرجال خايفه على بناتها وعلى اولادها، مستقبلهم بالنسبه لهم كان يعني كانوا هم اللي مستقبل قاتم يعني. كل ست كانت هي اللي بتدفع ولادها انزلوا، هي اللي واخده ولادها وروحه، وهي اللي قاعده وسطيهم في الاتحاديه، تلقى الست قاعده والراجل قاعد اللي في سني والشباب حواليهم. ده معناه ايه؟ اراده شعب، اراده وطنيه. خوف النهارده اللي كان في دماغك ان انت تكرر تجارب دول. ما بص الجماعه دي ارجع ما احنا بنقراش تاريخ، ولو قرينا ذاكره السمكه عندنا سريعه. الجماعة السنية الوحيدة في العراق اللي وافقت على الغزو الأمريكي مين؟ الإخوان المسلمين في أمريكا في العراق. مين اللي بدأ الحرب الأهلية في سوريا؟ الإخوان المسلمين. مين اللي بدأ الحرب الأهلية في ليبيا؟ الإخوان المسلمين. مين اللي بدأ الحرب الأهلية في تونس؟ الإخوان المسلمين. مين بدأ الحرب الأهلية في السودان؟ هي نفس الجماعة. هي جماعة نفس دايما الفكر. بتبحث عن مصلحتها بغض النظر عن مصلحة الدولة اللي هي فيها. يا فندم المرشد بتاع الجماعة قال إيه؟ لما بيقولوا له ترامب مصر قال لهم إيه؟ طز في مصر. انا اسف هو ده فكره، هو بالنسبه له الحدود يقول لك اصل الاجانب. هو النهارده الجماعه دي لما اتعمل السنه ما احنا نفكر شويه، سنه 28 كان في سوشيال ميديا، كان في اذاعات، كان في تلفزيون. لما جماعه تطلع في الاسماعيليه سنه 28 وسنه 29 تلاقيها في باكستان وفي السعوديه وفي الخليج وفي كل حته، مين اللي نشرها؟ هل السبعه اللي بينزلوا في الصوره دول منشئين الجماعه هم اللي وصلوا الفكر ده اللي هناك، ولا في مخابرات عالمية هي اللي وصلت الفكرة؟ كل تأكيد في أجهزة بتدعمهم، لكن الشعب المصري في هذا التوقيت كان عنده حالة برضو من الاكتئاب وحالة من الضيق، عشان كده خلينا نقول أنه انفجر ونزل الشارع. احنا شفنا الأزمات اللي كانت بتحصل في هذا التوقيت، الناس كانت بتنزل، بعض الناس كانت بتنزل في الشوارع تقطع الشوارع هي كمان، ما هو مفيش أمن في البلد فبقت الناس تدخل. فاحنا كنا داخلين بالفعل على فترة فيها حرب أهلية، وأعتقد أن ده كان من ضمن الحاجات اللي كانت بتأثر بشكل كبير جدا على الناس، على المواطن، ان هو يبقى متخيل انه ممكن بعد شويه يتخانق مع جاره، يتخانق مع واحد، دي برضو حاجه صعبه على الشعب المصري ان هو يعيشها. يا بيه احنا كنا سايبين اشغالنا قاعدين تحت بيوت، كل واحد ماسك عصايه وقاعد بيحمي بيته خلاص، ما انت ما عندكش اللي يحميك. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتفكر طب بعد كده ايه؟ يعني احنا قعدنا النهارده قعدنا بكره قعدنا شهر، طب بعد سنه انت رايح فين؟ انا اسف المستقبل قدامك في الفتره دي مظلم. انا داخل على حاجه مجهوله انا مش عارف ايه هي. النهارده بتفكر طب انا هطلع على دبي، طب انا هطلع على اوروبا، طب هطلع فين؟ يعني انا اسف الكويت واسيب اهلي واسيب اصحابي واسيب بلدي اللي اتعودت اعيش فيها. العراق لما دخلت الكويت، الكويت جم فين؟ جم مصر. الليبيين لما حصل الحرب عندهم جم مصر، السودانيين حصل الحرب عندهم جم مصر، اليمنيين جم مصر، مصر السوريين كلهم الله اكبر عندنا، يعني مرحبا بكل الناس عندنا في مصر. بس احنا طبعا هنروح فين؟ والله العظيم ده كان الفكر الشاغل لاغلب المصريين اللي بيتكلموا معايا. يا دكتور هنروح فين؟ هنروح دبي ولا هنروح اوروبا لاجئين بقى عن طريق البحر، ولا هنموت في البحر، ولا هنطلع صحراء نطلع في حته صحراويه ونقعد؟ مستقبل مظلم لجماعه مظلمه هي بتصدر لك خوف وهي بتتعمد ذلك. ويمكن يلاقوا حالة التقسيم اللي هم كانوا متعمدين يعملوها ما بين الشعب كله، ومسألة ان اللي مش معاهم يبقى ضدهم، واللي ضدهم ده حلال في اي حاجة لحد القتل. هي دي اكتر حاجة كانت عاملة حالة من الاكتئاب الحاد للناس كلها. ما هم عاملين توحد بينهم وبين ربنا، ودي كارثة. انت دايما لما حد بيدعي ان هو بيتكلم بالدين بيعمل توحد بينه وبين الدين، فمن يهاجمني اذا بيهاجم الدين. لا انت مش بتمثل الدين، انا اسف
الدين ده للجميع، كلنا بنعبد ربنا عن حق وكلنا مؤمنين. انت اللي بتاخد الدين لمجرى سياسي لمصلحتك انت مش لصالح الدين، وبالتالي انت ده استغلال سيء للدين. طيب. ويشترون بايات الله ثمنا قليلا. طيب دكتور جمال، سريعا كده، ازاي استعاد الشعب المصري مره اخرى حاله التوازن النفسي بعد الثوره؟ يوم 30/6 لما الناس نزلت، ويوم الخطاب بتاع سياده الرئيس، اقسم لك بالله العظيم انا كنت في عيادتي مولع التلفزيون على اخره، واول ما قال رئيس المحكمه الدستوريه والغاء القوانين انا بعيط، وحياه ربنا بعيط، اقسم بالله بعيط جامد، وسامع زغاريت الشوارع كلها حوالين في العمارات اللي حوالين العياد، كله عمال يزغرط جامد، ما هو ما فيش شغل وكل الناس قاعده يعني احنا بقول لك قاعد في العياده انت ما فيش شغل، عم انت عمال تعيط والناس عماله تعيط. بقى نزلنا الشوارع بالليل اشترينا حلويات وعماله الناس توزع على بعض، والله ده ما حصل. صحيح. قسما بالله ده اللي حصل، عاملين نوزع حلويات على بعض والناس عماله ترقص في الشوارع وتتنطط وناس عماله تعزف موسيقى، كانت فرحه ما بعدها فرحه. ليه؟ انت حسيت ان انت اشتريت وطنك تاني، انت حسيت ان انت رجعت لك روحك تاني، انا حسيت ان بلدي رجعت لي، الامان رجع لي، ان انا وصلت البلد تاني. كلنا يا دكتور جمال حسينا بده الامان، ونزلنا بقى الشوارع ونزلنا الميادين علشان نشوف ده الأمان. ونحس بمساله حسيت الامان إن بلدي ونشوف رجعت بلدنا اللي رجعت لنا تاني. رجعت دكتور جمال استشاري الطب النفسي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده يا دكتور، وكل سنه وحضرتك بخير. عايزين نروح مع حضراتكم لواحد من الميادين اللي شافت فرحه المصريين في يوم 30 يونيو، خلينا نروح نشوف جمال وفرحه المصريين في ميدان من احلى ميادين مصر، ميدان التحرير، ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم.